بس انا عايزه ارجع تاني لساره. ساره اكيد انت حصل اولا ايه نوعيه الحاجات اللي انت بتوصليها، يعني اكل شرب؟ وانا حاليا بوصل افراد عشان شغل الشحن بقى قليل جدا. ايه ماشي، بتوصلي ايه حضرتك؟ بنات. بنات يعني، انا بنات. راح الجامعه، راح الشغل، راح مشوار. الله، فخطت بتوصلي ليها لبدل ما تركب هم. انا اول ما نزلت بوست قلت يا جماعه هو الشغل دلوقتي واقف، فانا ممكن اوصل بنات. نزلت بوست بصي بتفكر على طول. يعني انت بتوصليها وراكي على الموتوسيكل؟ بتركب ورايا وبحلم سكوتر كمان. الموتوسيكل بياخد كام بنت؟ ممكن انا سكوتر بتاعي اس واي ام اس تي 200 سي سي، بركب التيم ممكن. بتوديها مدرستها؟ لا، بودي الجامعه. بودي الشغل. طيب لما كنت بتشتغلي في الدليفري كنت بتوصلي ايه؟ كنت بوصل هدوم. بوصل كان يوم الخميس والجمعه والسبت. كنت باخد ابني معايا عشان اجازه المدرسه، بنوصل اكل. حلو. بيشيل هو الباوتش او انا بشيله، وده اليومين دول بتاعت اكل بس، بقيت الايام بقى الامر ما يسلمش بقى من بواخات رخامات. موقف اتعرضتي ليه وكان كبير عليكي؟ بس انت جدعه يعني، واضح ان البادي لانجوج اصلا اول ما نوجه السؤال لساره تقوم عادله عدلت نفسها. ايوه البادي لانجوج اصلا. احكي لي ايه اللي حصل ورد فعلك. كنت في مره راح مع صاحبتي شبرا، ايوه، بوصل الاوردر، دخلت المحطه وركنت السكوتر بره، فنزلت لقيت ثلاث شباب موجودين علي. فانا بقول له كابتن بعد اذنك السكوتر بتاعي، فرد عليا رد هات يا بت المفتاح ده واتكلي على الله. اوبا، قلت له حاضر. مشيت خطوتين كده وكان معايا شنطه ربطتها على رجلي ومسكت المفتاح، قلت له كابتن السكوتر بتاعي. قال لي مش قلت لك اتكلي على الله؟ فانا لسه هاجم معاه، صاحبتي سابتني وجريت، راحت ناديت بتاع الجراج عشان يجي ينقذني منه. كلمه هاجم دي جامده شويتين. لا مش قادر. لعبتي رياضه او لعبتي حاجه فيها؟ لا انا من صغري في الشارع، من صغري في الشارع، خلاص بقى اتعودت. برافو. اصل انا دلوقتي طالما اشتغلت في مجال السكوتر مبدئيا كده، هو عامه الست اللي هي يحسوا ان هي خايفه ومتعرفش تتكلم بتداس، انما هتردي بقى وخلاص، هو ده اللي تنفع منك قوه كده. طب بتحلمي بايه ساره يعني في الفتره اللي جايه بعد المرحله دي، انك بتوصلي بنات بقى وكده مش شحن، بتحلمي بايه؟ هو انا والله عارفه ان عندك طموحات كبير. هو انا بصراحه امنيه حياتي بقى شغلانه تبقى ثابته، يعني الشغل خلاص يعني مش هتنبسطي على فكره. انت بتحبي الشقاوه. بالظبط. انت بتحبي الحركه. طيب انا يا رب ان شاء الله يبقى عندك الشغلانه اللي تحسي ان انت مرتاحه فيها وتبقى دخل كويس ومستقره ليكي والمازن وغسان ومازن. الاثنين ما شاء الله. بنسلم عليك يا مازن وبنبوسك. طب انا طبعا انت ما شاء الله ما تخافش عليكي وربنا يحميكي ويحفظك، بس انا عايزه اعرف بقى نفس السؤال كده لاسماء. يعني شكلك كيوت، الكياتة واللذاذة وكده دي لا بس يعني شرسة برضه، خلي بالك. بس محدش يقدر اكيد. سيبك من المعاكسة بالسكوتر، مثلا رحتي مرة تدي اوردر لحد لقيتي رد الفعل مش لطيف، موقف سخيف ما بتنسيهوش لحد النهاردة وتردي عليه دلوقتي الموقف ده؟ لا، هي الحاجات اللي بنتعرض لها النصب. بيتنصب علينا كتير قوي، يعني ياخد الاوردر وما يدفعش مثلا. لا، هو المناديب اللي بيشتغل فري مش تبع شركه او حاجه، بياخد الاوردر من الشخص نفسه، سيد ان انا هاخدها من هنا بدفع فلوسها مقدم واروح اسلمها هنا. فبياخد فلوسي لما بوصل بالتوصيل. ففي حاجات كتيره اتعرضنا لها وناس كتيره بتدخل تشتكي طبعا من حاجات زي كده. المناديب بتتنصب عليهم كتير، في ناس بتبقى متفقه مع الشخص اللي هيوصله الاوردر. طبعا فعلا. بيتفقوا وياخدوا فلوس مثلا ارقام مهوله من المناديب. ازاي يعني؟ معلش يخلي مندوب بتبقى يروح يدفع لهم يعني توصيل فيك. يدفع لهم ولما ياخد الاوردر ما يدونوش الفلوس؟ لا، بياخدوا الفلوس مثلا مننا، يدونا اوردر سي فاضي ما فيهوش اي حاجه، شنطه مقفوله انت مش هتعرفي تفتحيها ولا ليك الحق انك تفتحيها اصلا، انت بتوصلي الاوردر مننا وتاخدي الفلوس اللي دفعتيها بس. فالحاجات اللي زي كده انت بتدفعي الفلوس مقدم، فبتدفعي رقم يا اما مثلا عادي يعني. هي جنيه برضه حرام. لا، قادره تدفعي اي حاجه بتدفعيها. فالمواقف اللي تعرضنا لها ان احنا مش انا لوحدي بقى، المناديب كلنا عموما، ان احنا بناخد الاوردر ندفع فلوسه ونروح ما نلاقيش الشخص الثاني، او ان هو بيقول مش عايز استلم الاوردر مثلا، فمش هستلمه سوري، فهنرجع للشخص اللي راسل نفسه فما نلاقيهوش. خلاص كده بقى، فاحنا بيبقى اتضحك علينا. دي مواقف ما تلاقيهوش يعني، هو بيبقى قاعد ما نلاقيهوش بقى، بلوكات مثلا، اختفى، التليفون مش بيرد، التواصل بالتليفون، المكان اللي احنا رحنا استلمنا منه نفسه مش موجود فيه، حاجه زي كده، وايجار وسابه كده. فالمواقف هي بتعلم الشخص نفسه يعني. اول مره مثلا حصلت معايا
كان حد سلمني من بره، من بره مكان يعني على الشارع من بره. فلما اتعرضت لموقف زي ده، فلا انا هاجي مكتب او هاجي مكان عشان استلم منه، عشان لو هتعرضت لموقف زي ده لا انا اعرف انا هروح على فين واكلمك عنده بالظبط. اتعلمتي منه بس. فهي المواقف دي اللي بتعلمنا عموما يعني. طبعا طبعا. انا عايزه ارجع تاني رحمه، انت لو مش هتشتغلي دليفري انت نفسك تشتغلي ايه؟ اللي على بالك. هو انا اوريدي دلوقتي انا معايا العجله اللي وزير عطاها لي، بس انا مش بعرف اسوقها. فانا نفسي ان انا عايزه اتعلمها عشان بعد كده عايزه اجيب سكوتر، وبعد كده عايزه مثلا اعمل كافيه او حاجه، بحيث ان انا في سي مثلا لما اوصل، انا دلوقتي 20 سنه، فسي مثلا لما اوصل سن ال 25 اكون عملت حاجه انا واقفه، يعني انا خلاص انا واقفه على الارض صلب. بعد كده لما تعملي مشروع خاص بيكي، بعد كده بقى لما اجي اوصل مثلا لسن ال 30 اكون عملت مثلا شركه او اي حاجه، اعرف اساعد الناس اللي في سني واللي اصغر مني زي انا دلوقتي، واللي ما عندهمش حد اللي هو يدعمهم. طب ما احنا ما فيش حد واقف جنبنا، انا لو ما كان في حد جنبنا او كان في حد بيدعمنا ما كانش زماننا اشتغلنا. جميله قوي يا رحمه ما شاء الله جدا. ما كانش زماننا 20 سنه دي كنا بياخد مصروف لسه. ما كانش زماننا اشتغلنا كده او قررنا ان احنا نتبهدل كده، ان هي اوريدي مش سهله كمان، بالذات ان انا على رجليا، ففي شتاء وفي حر وفي رمضان وكل حاجه، في نوى عندكم بالظبط. فانا ليا طموح باذن الله، وعندي طموح ان انا احققه باذن الله. فانا عندي طموح ان انا هتعلم العجله، بعد كده اجيب سكوتر من شغل العجله باذن الله، وبعد كده باذن الله بقى اعمل الكافيه، وبعد كده مثلا هنجيلك في الكافيه على فكره احنا الثلاثه. تنوروني على راسي والله كلكم. هنيجي معاهم بنعلمك العجله والسكوتر. يلا بينا. هي انا هعلمك السكوتر. بتعملي ايه بقى في مكسبك؟ ما شاء الله انت دلوقتي بيبقى ليكي دخل ما بتاخديش مصروف من البيت، يعني بتقولي ان انا مش عايزه ابقى عالة على حد. هل بقى ابتديتي كمان تساعدي الاسره او بتعملي توفير لفلوسك؟ هو توفير بوفر عشان تجيبي الموتوسيكل. لا لسه لما عايز اتعلم بس اوريدي البايك الاول عشان اعرف اوفر. ما انا في كليه انا بصرف عليها برضو. فبالنسبه للبيت انا مش بحط فلوس اللي هو لا خد ده مصروف، لا انا مثلا زي اجيب مثلا فاكهه، اجيب حاجه حلوه، اجيب حاجه لخويا الصغير او حاجه زي اي حد فينا ما بيجيب يعني. مش انا عايزه بوسه وحضن. جميل اخر فقره منكم كلكم ومن رحمه شخصيا. بصوا برضو يعني الست ست مفيش فايده، والانثى انثى مهما كان. لسه بنتكلم بقول لها كام سنه؟ ايه 20؟ راحت ساره ما تسقيش على السن، ما تسقيش على السن. لسه من شويه بقول لها في حاجه في الطريق، مشروع ارتباط. لا لا لا, لا خالص. لا انا اتجوزت مره خلاص، خدت نصيبي واتجوزت. انا ما قلتش حاجه، انا بقول ان الانثى انثى مهما كان ما تحبش يتكلم في سنها. اخترت ابني بقى اكمل حياتي معاه. رحمه قالت هنا طموحها ونفسها في ايه. انا عاوز اعرف برضو من اسماء ومن ساره برضو، بس اسماء ما كلمناش كتير. انت اولا حالتك العاطفيه ايه؟ شخصيه في حاجه؟ ربنا يكثر الشر. الله 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 ليه كده؟ انت كده ده لا ده جميل. الجواز حلو. عقد وكلافيه ولا ايه؟ طب ليه؟ ايه مواصفاتك يعني اسمع؟ يعني بيعطلوا الواحد عن حياته وعن الحاجات اللي عايز يعملها في حياته عموما يعني، او المسؤوليه بتسحب الواحد كده في حته ثانيه. طب والبيت والاطفال ده مش حلم عند أكيد اي حد؟ اكيد حلم عند اي حد طبعا، بس كل حاجه ليها وقتها يعني. على الاقل نعمل كارير لنفسنا، نحس ان احنا يعني حققنا ذاتنا، عملنا اي حاجه في حياتنا، وبعدها نبتدي ناخد الخطوه الثانيه. لكن اغلب تفكير اهالينا والمجتمع عموما اللي هو ده اكبر انجاز في الحياه ان انت تتجوزي وتخلفي. فلا، هو احنا عايزين نثبت العكس، في حاجات نقدر ثانيه نعملها وبعد كده نعمل الحاجه كل دي. كل حاجه بس بلا مغالاه يعني، ما نضيعش بقى الامر كله ونقول كل حاجه في وقتها، كل حاجه بتحبها وعندها شغف فيها هي اكبر انجاز تحققيه فيها، ايا كانت اذا كان ان شاء الله بيت او باذن الله في الشغل، يعني ما بنحددهاش احنا بالظبط. بس مفيش حاجه يعني. ماشي طيب.